في أعماق الفضاء الشاسع يقع كوكب فليد. استطاع سكان هذا الكوكب المتقدم تقنياً التغلب على مصاعب الحياة للعيش في سلام ووئام مع الطبيعة. وفي اليوم الذي سيخلد احتفل كوكب فليد بزواج أميره الشاب دوق فليد من روبينا وريثة العرش الإمبراطورية فيغا الجبارة. لم تولي إمبراطورية فيغا أهمية كبيرة للأسرة المالكة في كوكب فليد، واغتنم محاربو الإمبراطورية بقيادة بلاكي الأكثر شراسة فرصة الانشغال بحفل الزفاف لنهب موارد الكوكب. ولكن الأمير دوق فليد هو الذي ظل واقفا وحيدا في وجه الغزاة. لقد آن الأوان لإيقاظ حامي كوكب فليد الأسطوري من نومه العميق، وهو الآلي المدعو جرين دايزر. يا صاحب السمو، فيما تفكر؟ ليس لدينا خيار. لكن ثمة سبب لإخفاء جرين دايزر كل هذه السنين. إذا حان وقت إيقاظه، لا يمكن أن يمر غدر فيغا دون عقاب. جرين دايزر، انظر. أين أنت يا سيدي الأمير؟ إنني في قلب الملاذ. بسرعة يا صاحب السمو، الحرب وشيكة. تأمل، الصخور تسد طريقي. هل نسيت قبضتي جرين دايزر الأسطوريتين؟ لا مواجهة لهما ولا مقاومة لسطوتهما. اتضحت صحة الأسطورة. لكوكب فليد أن يتعافى من دمار كهذا. حمدا لله، ها أنت ذا يا صاحب السمو. انظر ماذا فعلت قوات فيغا في كوكبنا. لا يا سيدي الأمير، ما زال النصر ممكنا. لن يوقظ الشاب الذي علمته بنفسي جرين دايزر دون جدوى أبدا. ماذا تنوي يا صاحب السمو؟ علينا الذهاب إلى القصر في أسرع وقت ممكن. يا لها من فاجعة. ماريا ووالداي كانوا يقومون بتجهيزات الزواج عندما هجمت قوات فيغا. أنت محق يا سيدي الأمير، لكن لا تقلق، فقد أمرت فرقة من خيرة جنودنا بنقل أسرتك إلى مكان آمن قبل انضمامي إليك على هذه المركبة. لقد تم تأمين سلامة أسرتك بكل السبل. لسوء الحظ الأمر نفسه لا ينطبق على مواطنينا، لذا فلنضع حامي كوكب فليد تحت الاختبار. ستمكننا مهارات جراند دايزر من إجلاء شعبنا. كلمات حكيمة من شاب صغير كان ليفخر والداك بك. هيا، إن الوقت ليس في مصلحتنا. لتحمي كوكب فليد عليك امتصاص أشعته الضوئية. إنها هي ما سيعيد جرين دايزر إلى طاقته الكاملة. ممتاز، وكأنه ما زال جديدا. الباب الذي حمى مدخل الملاذ فيما مضى. لن تكفي القبضتان هذه المرة، ولكن الرزة المزدوجة الأسطورية ستفي بالغرض. مضى وقت طويل منذ أن قام أحد بزيارة هذا المكان. رغم قوة جرين دايزر فإنه ليس منيعا. لتتجنب تلك الضربات من الآلي يا صاحب السمو. حسنا، لنرى ماذا تخطط آلات فيغا.
هل فهمت الآن لماذا تخطط قوات فيغا لسرقة جريندايزر؟ هناك الخندق القديم، استخدم لكمة دايزر لمسك ما تبقى من الجسر. لكمة؟ كل ما عليك فعله هو تقليل المسافة من خلال القفز يا صاحب السمو. ها هو قطيع الذئاب المسعورة الذين يهاجمون كوكبا مسالما، ولكن إلى لست متأكدا يا سيدي الأمير، لم أتمكن من اعتراض سوى رسالة واحدة من كل اتصالات فيغا، وأقل ما يقال إنه أمر محير. إلى جميع الوحدات، القائد بلاكي يحدثكم بأمر من جلالة فيغا الكبير. دمروا هذا الكوكب، يجب أن يدركوا أن شعبنا هو الأقوى وأن جيوش فيغا لا تقر على كوكب فليد. الإذعان فورا. لكن متملقي الحرس الملكي لا يستحقون هذا الشرف، ناهيكم عن بيروقراطي مثل المفوض الأكبر. أعتمد عليكم جميعا، أروهم ما يمكنكم فعله. العالم هذا تحت رحمتكم، أقضوا على جميع أشكال المقاومة. إذا كانت قوات فيغا تتوقع أن نقاوم، فلن نخيب آمالهم يا معلمي. أنا معك يا صاحب السمو، لكن أرجو منك الحذر. سيدي الأمير، ممتلكات بارون فليد في خطر. سنحتاج إلى تلك الصواريخ للإجلال، علينا الدفاع عنه. لتتخلص من الآلات الشريرة يا صاحب السمو. انتبه يا سيدي الأمير، فهم قادمون. تشوش ترددات جيوش فيغا على معداتي. أوقفوا بحثكم في الحال، قاد أحد ساذج جريندايزر إلينا. أعيدوا انتشاركم واحصلوا عليه. إنهم يهاجمون من الجو يا صاحب السمو، استخدم قوس الكتف المرتد. قوس الكتف المرتد. ما زالت قوات فيغا تستمر في الهجوم. لابد أنهم كانوا مخططين لكل هذا. إنهم يعودون يا صاحب السمو. أطلق الصواريخ. البارون، أيها النبيل، هل أنت هناك؟ الدوق؟ دوق فليد، أهذا أنت؟ نايدة، هل أصابك مكروه؟ أنا بخير يا دوق فليد، الفضل في ذلك لك ولجريندايزر، ولكنني أخشى أن الأوضاع قد تدهورت. لا شيء سوى أحلك يوم في التاريخ يضطرنا إلى إيقاظ جريندايزر من سباته. تستطيعين أن تري بعينيك أن هذا اليوم قد حل. كان هذا الزواج مجرد مسرحية، حيلة. لا تهتم قوة فيغا بالسلام على الإطلاق. إنهم لا يسعون خلف شيء سوى مواردهم الثمينة. جميعهم خونة وجبناء. لا تتعلم
تتكلم بتلك الأقوال الفارغة يا دوك فليد. ابحث في أعماق قلبك. تحب روبينا شعبها بقدر ما نحب نحن شعب فليد. لم تكن على علم بأي شيء عن هذه المؤامرة، ولو كانت تعلم لما سمحت لوالدها أن يفعل شيئا مثل هذا قط. ما كان ينبغي أن أثق بهم. كان علي الرحيل معك نايتا. لا يزال هناك متسع من الوقت يا دوك فليد. لقد جمعت كل من استطعت إنقاذهم. والدي معي وسيريوس. سنحافظ على كوكب فليد حيا إلى أبد الدهر. لا أستطيع أن أحمل نفسي على هجر هذا الكوكب وأسرتي لا تزال في القصر. سيكون عليك إرشاد والديك وأخيك وشعبك وحدك يا نايدا. يمكنك الاعتماد علي يا صاحب السمو. استعد للانطلاق. وداعا يا دوك فليد. وداعا يا سيدي الأمير. وداعا يا نايدا. اعتني بهم. اعتني بما تبقى من فليد. موجه إلى القصر. لا يمكن أن أسمح له بإطلاق النار. ذلك الشيء محمي بحبل من القوة يا صاحب السمو. سيكون عليك استخدام العاصفة المضادة للجاذبية لتدميره. العاصفة المضادة للجاذبية. أحسنت يا سيدي الأمير. يا إلهي، عدد آلات الحرب التي صنعتها قوات فيكا. يبدو أن هذا المدفع محصن بشكل متقن. استخدم العاصفة المضادة للجاذبية يا صاحب السمو. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. أنت يا صاحب السمو، لقد أزحت عبئا عن كاهل فليد. أهناك من يسمعني؟ أبي، أجبني. هل يمكن أن تكون الأميرة روبينيا يا صاحب السمو؟ الرسالة مصدرها سفارة فيغا. مكينة أخرى بلا شك، لنلقي نظرة عن كثب. تبدو لي أكثر قوة. سأحتاج إلى استعمال طاقة جراند دايزر الكاملة. أصبحت مهماً بجميع خبايا جريندايزر. لكن قوة فيغا لا تزال تخفي بعض الأسرار. هل لا تحاول ضبطي على ترددي؟ هل أنت هنا يا روبينا؟ أم هذه خدعة أخرى من خدع فيغا البائسة؟ دوك فليد، سيدي الأمير، هذه أنا. أرجوك صدقني، أحتاج إلى التحدث إليك. ماذا عساك تقولين يزيد من عذابي؟ لقد قمتم بخيانتنا أيها الأشرار. قريبا لن يبقى شيء من كوكبي سوى أنقاض.
كيف تسننك السماح بذلك دون حراك؟ أنقاذ؟ لا أعرف شيئا عن هذا، أقسم لك. أبقاني والدي في سفينته رغما عني، يجب أن تصدقني أرجوك. لا أعرف مدى الحماقات الأخرى التي يستطيع هو وقادته ارتكابها. عليك الهرب يا سيدي الأمير، لن أدعك تسقط مع سقوط كوكب فليت. أهرب وسأعثر عليك. أهديتك قلبي يا روبينا، ولكنك طعنتني في ظهري. وثقت بك يا روبينا، لن أكرر هذا الخطأ. مهلا يا دوق فليت. فعلنا ما بوسعنا يا معلم، ليس علينا الآن سوى العودة إلى القصر. انطلق يا صاحب السمو، سأعثر على سبيزر. سيحتاج جريندايزر إلى صحن التنقل الخاص به إذا أردنا الهروب من خلال الفضاء. كان مخفيا في مكان ليس بعيدا عن هنا. شكرا على اهتمامك الشديد يا معلم، ولكنني لن أتخلى عن كوكبي. لنلتقي عند البرج الملكي. يا له من دمار هائل. آمل أن يكون جنودنا قد قادوا أسرتي إلى مكان آمن. لابد أن ماريا مرتعدة من الخوف. آمل أن تكون بخير، وإلا فستدفع قوات فيجا ثمنا باهظا بما فعلت. تبا له، ما الذي كانوا يأملونه من كل هذا الموت والخراب؟ قوس الكتف المرتد. اغربي عن وجهي يا أيتها الوحوش. العاصفة المضادة للجاذبية. يا معلم أين أنت؟ لم أعرف ماذا حل بوسعك. يبدو أن إعادة إطلاق سبيزر أصعب مما كنت أظن يا سيدي الأمير. لا يزال علي إجراء بعض الإصلاحات. أصمت وسآتي إليك بالصحن في أسرع وقت ممكن. كيف تجرؤون على وطئ أرض هذا القصر مجددا؟ لن تنقذكم آلاتكم المضادة للجاذبية. العاصفة 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 المضادة للجاذبية. البرج الملكي. لجأت أسرتي إلى هناك. لا، قتل وحوش همج ستندمون.
الدوق. يا سيادة الدوق، إذا كنت تسمعني فاعلم هذا، جسارتك تنتهي هنا. ستموت تحت ركام كوكبك، ثم سننتزع جرين دايزر من يديك المتيبستين. حتى آلتك الغالية لن تستطيع تحمل جبروت الصحن المتوحش. رحب بموتك أيها الأمير الوسيم. ظننت أنني هزمت، ولكنني أثرت غضبه فحسب. العاصفة المضادة للجاذبية. ستموت أسرتي وفليت وحربنا. مهلا يا صاحب السمو، لقد أرسلت سبيزر للعثور عليك. تأخر الوقت يا معلم، تأخر كثيرا. لا يمكن السماح بوقوع جريندايزر بين أيديهم يا صاحب السمو، يجب أن تنجو. استخدم الصح، أرجوك. هيا يا سبيزر. أوبوري وسبيزر في الحال. لدي خيار آخر. إذا أصابني مكروه، فمن عساه يردعهم عن إعادة بناء جراندايزر؟ من يمنعهم من استخدامه في تدمير عوالم أخرى؟ فات أوان إنقاذ فليد، لكن لن أسمح بأن تمر كواكب أخرى بالمصير نفسه. علي الهرب إلى أبعد مكان ممكن، وهذا الصحن سيساعدني. تلك الكويكبات هي غطائي، ولكن علي تعلم طريقة تفاديها. من يعرف ماذا ينتظرني في الفضاء؟ الثاقب الدوار. الثاقب الدوار. علي الهروب، يجب أن لا يقع جراندايزر في أيديهم. دوار. ظننت أن بوسعك الهرب مني أيها الدوق. انشروا جميع القوات، لا تسمحوا لجراندايزر بالهرب، وإلا قطعت رؤوسكم. هناك الكثير منهم، أحتاج إلى المزيد من الطاقة لنجرب هذا. What?
ماريا، والدي العزيزين، سامحا ولدكما المضطر إلى مغادرة موطن الأجداد. أتراقب الدوار، يا للمفاجأة، جهاز جديد. الحرس الملكي يتبعوننا. تحركوا أيها الحرس عديمو الكفاءة، نحن من يجب علينا القضاء على جريندايزر، نحن ولا أحد سوانا. هناك المزيد والمزيد طبعا. المشكلات الكبيرة تتطلب حلولا كبرى. لنختبئ بين هذه الكويكبات. الثاقب الدوار. الثاقب. أين جريندايزر؟ لم أعد أراه على جهاز الرادار. هل سمحتم له بالهرب؟ إما الآن وإما الفناء. وداعا يا كوكب الحبيب. انهض يا جريندايزر. بعد مرور عامين، أنا أقترب من جبل فوجي. لابد أن منشأة الدكتور أمون قريبة. رصد مختبره لعلوم الفضاء صحون يوفو طائرة في المنطقة. إذن لنكن حذرين. إذا اندلع قتال فلن يكون لدي ما أدافع به عن نفسي. لا مزيد من الآليين العمالقة. علي الاعتياد على الجسم الطائر الأرضي. أول صحن طائر من صنع البشر. آلة مذهلة ولكن دون أسلحة. مهلا، إنه صحن يوفو طائر. إذن الفضائيون على الأرض بالفعل. لنجرب ونكتشف ماذا يريدون. يا صحن اليوفو الطائر، إذا كنت تسمعني فأخبرني أرجوك من أي كوكب أنت. معك الدكتور أمون من مختبر علوم الفضاء. نرجى الرد على طلبي للتعريف يا كوجي. معك كوجي على متن نموذج تيفو واحد. الوقت غير مناسب يا دكتور، أنا مشغول قليلا. يلتقط نطاق الرادار العديد من النقاط على بعد 30 كيلومترا من موقعنا في الجهة الجنوبية الغربية. لديك صورة؟ سأعطيك إياها مباشرة يا دكتور. إنها صحون اليوفو ويبدو أنها مقبلة مباشرة نحوي. بخير يا كوجي. سحقا، إنها تطلق النيران. لما تهاجمني؟ أنا لست مسلحا حتى. تلك الأشياء خطيرة يا أبي، أخرجه من هناك فورا. أبي، ماذا يحدث هنا؟ صحون اليوفو الطائرة تثير توتر ولدي. لدينا أسباب مقنعة للاعتقاد بأن تلك الصحون من ليس لدي وقت لمشاكلك العائلية يا دكتور. لست متأكدا حتى من قدرتي على الخروج من هذه الفوضى. لقد زودت ناسا تيفو بمعدل ميكانيكي. صحيح. وحدة الإصلاح التجريبية؟ نعم.
إذا سنحت الفرصة فسيكون علي الاستمرار في مسار دقيق، ولكن يمكنني المحاولة. يا صحن اليوفو الطائر، إذا كنت تفهمني فأوقف إطلاق النيران، أنا لست عدوك. أجهزة الرادار لدينا مغرقة بالإشارات يا كوجي، لا نستطيع تحديد موقعك. أنا فوق نهر كبير. ادفعها واقترب من المختبر، وبعد ذلك سنرشدك للخروج من مرمى نيران العدو. زحقا، ما هذا؟ أو لا، أنا أفقد التحكم. كوجي، أجبني يا كوجي. كوجي، في هذه الأثناء في مختبر علوم الفضاء. تبا، لقد فقدنا الإشارة. ابحث عن طريقة لاستعادتها من أكيرا. يبدو أن معاودة الاتصال بكوجي أمر مستحيل، ولكنني أتلقى إشارة غريبة من مصدر مجهول، تبدو كرسالة من جهاز لاسلكي. استمع إلى هذا يا دايسكي. يا كائنات كوكب الأرض لوزاغ، لا لستم وحدكم، أنا القائد بلاكي، وقد جئت من عالم متداعٍ. عبرت أنا ورجالي محيطا من الكواكب والنجوم للوصول برسالة جلالة فيغا الكبير. كوكبكم ومواردكم أصبحا ملكا لي من الآن. بأمر من القائد جاندال أطالبكم بالاستسلام الفوري والكامل. استسلموا وستحظون بشرف أن تكونوا جزءا من فصل جديد في تاريخ إمبراطورية فيغا المجيدة. نحن نفوقكم عتادا وعدة، ولذا ستذعنون لنا، وإلا جعلت أرضكم الخضراء مربعا للتعزي والتآسي. يا إلهي، لقد بلغ السيل حد الزبا، كوكبنا في خطر. ما الذي ستفعله بشأن ذلك يا دايسكي؟ ليس لدي خيار آخر. فهمتك، لكن قبل أن تخرج جريندايزر عليك بالتأكد مع يامادا بأنه معد بشكل كامل للإطلاق. إذن حان الوقت، أليس كذلك؟ سأساندك يا دايسكي. دايزر وسبيزر جاهزان، ونحن أيضا. كل ما علينا فعله الآن هو إعلام والدك بالأمر. سأدعوك تتحدث إليه. إلى أين ستذهب يا دايسكي؟ تعرف تماما يا أبي، نحن لسنا مستعدين، هذا خطير جدا. تناقشنا بما فيه الكفاية، أنا أرفض بأن يحل بالأرض ما حل بكوكب فليد. إذا علمت قوات فيغا التي في الجو أن جريندايزر هنا يا دايسكي، فلا مفر من الحرب. لا يزال بإمكاننا منع وقوع الأسوأ. ما دامت قوات فيغا في هذه المجرة فلا شيء ولا أحد سيكون في مأمن. لن أسمح بموت أناس أبرياء لأصون سري. يا ولدي، أنا فكر في كل ما يمكنني أن أقدمه. دعني أتولى حماية الأرض يا أبي، أرجوك. حسنا اذهب، ولكن توخى الحذر.
دوكفلي. جراندايزر انطلق. دايسكي، ما كان هذا؟ صحن متوحش، يبدو أن فيجا أخرجت كل ما في جعبتها. لابد أن هذا هو الوحش الذي نصب كمينة. هيا هيا يا دايسكي. هنا اصطدم بوجي. تلك الآلة المريضة لم تترك. الكتف المرتد. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. أصبحت وحدي أخيرا، لنرى إذا كان فوجي قد ترك أي دلائل خلفه. واضح أن المدينة في حاجة إلينا. لينا إنه أكبر حتى من الآخرين، نحن هالكون. لا تقلق، أنا في صفكم. ماذا حدث هنا؟ هبطت كتائب الجنود من السماء لمهاجمتنا، لم نستطع فعل شيء لردعها، وحتى الجنود لم يقاوموا رغم وجودهم بالجوار. ولكنك ستساعدنا، صحيح؟ لسوء الحظ لست واثقا بقدرتي على المناورة في المدينة دون إيذاء المزيد من الناس، لكن يمكنني البحث على هؤلاء الجنود. شكرا لك،
يمكنك العثور على جنودنا من خلال اتباع هذه الإحداثيات، لكن بسرعة أرجوك. أخفى والدي جراندايزر تحت المختبر لمدة عامين. الأرض على وشك اكتشاف أمره، ومثل قوات فيجا قد يرغب هؤلاء الجنود في التحكم فيه بأنفسهم. قوس الكتف المرتد. العاصفة المضادة للجاذبية. لكمة دايزر. لكمة دايزر. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. قوس الكتف المرتد. هناك وقت كاف لإخلاء هذه القرى، علي حمايتها. فريق الإطفاء هذا يحتاج إلى مساعدتك حقا يا دايسكي. لنرى كيف يمكننا مساعدتهم. العاصفة المضادة للجاذبية. تحريق هناك أيتها القائدة، هذه المرة نحن من سنحترق. مهلا، لا أحد سيحترق ما دمت قادرا على المساعدة. أنا هنا لأساعد. أيتها القائدة، إنه يتحدث. اهدأ، إذا كان سيساعد فدعه يأتي معنا، نحن بحاجة إلى الحماية. ما كل هذا أيتها القائدة؟ تبدو أنها مهمتنا التالية. سنحتاج إلى كثير من الماء لإطفاء هذا الحريق. سنتوجه إلى البحيرة لإعادة التعبئة. تلك النيران ممزوجة بالفيجاترون، حتى جريندايزر لا يستطيع إطفاءها. احمي فريق الإطفاء هذا يا ولدي. احذر.
تؤدي لإعادة المال. سندخل بمجرد تأمين البحيرة. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. المكان آمن، فلنذهب. تحرك، علينا إطفاء الحريق. فريق الإطفاء يعود إلى النيران. أنت من تقع عليك مسؤولية حمايته يا ولدي. قوس الكتف المرتد. أنتم تحاضرون بحياتكم يوميا لحماية الأرض. أنا ممتن لكم على ذلك. هذا لا شيء، نحن نؤدي عملنا فحسب. لكن يمكننا تأديته على نحو أسرع بمساعدة إطفائي آلي. لا تقلقي، فهذه المرة يمكنك الاعتماد علي. العاصفة المضادة للجاذبية. 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 تلك حيلة ذكية، علينا شكر هذا الآلي حقا. عمل ممتاز يا دايسكي، تخلصنا من تلك الحرائق. النار تهدد بحرق تلك المزرعة المسكينة. لنعمل على إخلائها بسرعة حتى لا يعلق أحد داخلها.
أصيلي تحترق، أغيثوني أرجوكم. ستفي لكمتك اللولبية بالغرض يا دايسكي. الهواء الذي يولده النصلان سيطفئ اللهب. فكرة رائعة يا أبي. احرص على إطفاء تلك النيران يا دايسكي. اللولبية. قوة فيجا تعود، لقد أضرت النيران عند هبوطها، لذا فقد حان دورك الآن للتصرف. اللكمة اللولبية. لكما اللولبية. لا تسمح بانتشار هذه النيران يا ولدي. لكما اللولبية. لكما اللولبية. قد أتى قائد سربهم الخبيث. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. أنت صنعا، لكن معارك مثل هذه ترهق أنظمة جريندايزر. يا مادة في الطريق لتفقدها. اذهب إليه حالما تستطيع يا دايسكي. ها أنت أتيت يا يامادا. يعرضك أبي لمخاطر حقيقية. هذا المكان خطر. لا تقلق، فهذه المركبة حديثة تقنيا، وهي من تصميمي على أي حال. أنا لا أخاطر بشيء إذا مكثت داخلها، وأنا هنا من أجل خدمة العلم. بالمناسبة أجل التعديلات. حسنا، من خلال النظرة الأولى يبدو أن إصلاحاتنا فعالة. على أي حال، جريندايزر في حالة أفضل الآن من حالته عندما اكتشفه الدكتور على الأرض، صدقني. من الرائع سماع ذلك. هذه المنطقة بأكملها تعتمد عليك. استمع على هذه الرسالة اللاسلكية قبل أن تغادر. أتاح لنا اعتراضها الطبق الأثيري الفائق على شاحنتنا. إذن هذا هو المجرم. لابد أنه جريندايزر، ما يعني أن دوق فليد أمير كوكب فليد لجأ إلى الأرض. حانت فرصتنا الآن، اذهبوا واحصلوا على هذا الجهاز. إذن انتهى الأمر. تعرف بلاكي عليك. من الآن فصاعدا لن يكون بوسعنا تجنب تصعيد الأمور. لا يمكننا تجنب التصعيد، ولكن يمكننا احتواؤه يا دكتور بمساعدة جريندايزر على وجه التحديد. إنها فرصة علمية لتطوير جريندايزر واختبار قدراته في ظروف واقعية. ألم يحن الوقت لاختبار نظرياتنا؟ أنت محق يا سيد يامادا. علينا أن نمنحك أفضل فرص للنصر يا دايسكي. اختر ما ترى أنه سيكون مفيدا لك.
اختيار ممتاز. إذا احتجت إلى أي ترقيات أخرى يا دايسكي، فعد إلى المختبر أو إلى هذه المركبة. سأكون بالجوار دوما بأوامر من الدكتور. على أي حال، أولويتنا هي العثور على ذلك الملاح، صحيح؟ يمكن اعتماد علي، فأنا سأعثر عليه. قوس الكتف المرتد. قوة فيجا لا تدخر جهدا، هذا سلاح آخر من أسلحتها يا دايسكي. إنها محطة فضاء متنقلة يا أبي، لن تفتح إلا عندما تكون قواتهم مستعدة لجمع أي فيجاترون قد يكون على الأرض. سيظل كوجي أولويتنا. قوس الكتف المرتد. ليس لدى فيجا أي احترام، حتى المعابد لن تنجو من غزوها. Thank you.
فيغا بتشويه جبل فوجي المهيب. معك الرائد أوتا، هل لي أن أعرف إلى من أتحدث؟ أدعى جراندايزر في موطني، لكن ليس لدي وقت للتعارف الآن. أبحث عن زميل كان يقود صحنا أصفر اللون وقد تحطم بالقرب من هنا، هل كلامي مألوف لك؟ أتقصد الجسم الطائر الأرضي؟ وصلتنا إشارة استغاثة منه، لكن انقطع الاتصال بيننا منذ ذلك الحين. سأذهب بحثاً عنه. أيمكنني الاعتماد عليك في دعم المدينة؟ لقد سيطرت عليها جنود فيغا. الآن صرنا نعرف اسمه، ويعد هذا بداية موفقة. يمكنك الاعتماد على رجالي يا جريندايزر. شكراً لك أيها الرائد، لن أنسى معروفك. قائد جاندال، أمركم بحماية هذا المصنع، نفذوا أوامري في الحال. مصنع؟ إذا قوات فيغا نقلت مصانعها الخبيثة إلى هنا. لن أسمح لهؤلاء الطغاة بإنتاج تعزيزات على الأرض. سأدمر هذا المولد المركزي، وينبغي لذلك أن يبدأ سلسلة من ردود الفعل. فكرة رائعة يا دايزكي، ولكن احذر من الطاقة الزائدة. لكمة دايزر. لكمة دايزر. لكمة دايزر. لكمة دايزر. حسنا، أنهيت ذلك. ما رأيك يا أبي؟ أهنئك يا دايزكي، لكن كن يقظا. إذا قامت قوات فيغا بغزو منطقة أخرى، فسيكون عليك تحري أمر تشييدهم أي مبان بالتصميم نفسه. يمكنك الاعتماد علي، لن أسمح للقائد جاندال هذا لوضع نفاياته الصناعية على الأرض.
بالتوفيق يا دايسكي. تسعدني خدمتك لترقية جريندايزر سواء من هذه الشاحنة أو من المختبر. فلا تنسى. هذا موقع التحطم بالتأكيد يا أبي، لكن تيفو مفقود. ربما أخفقت قوات فيجا. استمر في تفتيش المنطقة. إذا عثرنا على ذلك الصحن فسنعثر على كوجي. دايسكي دكتور، موجات الراديو مليئة بالرسائل من قوات فيجا، ولكنني تمكنت من عزل رسالة. أعتقد أنها من ذلك المدعو بلاكي. ماذا تقصدون بخسائر؟ لا يوجد آلة على وجه الأرض يمكنها أن تكون نداً لنا. اكتشفوا من المسؤول وبسرعة. يبدو أنك أزعجتهم يا دايسكي. توخى الحذر واعثر على كوجي. سحقاً، لا أستطيع العثور على كوجي. اهدأ يا دايسكي، لا يزال في جعبتنا حيلة أخرى. تحدث الرائد أوتا عن إشارة، ربما يكون برج المراقبة هنا. قد وصلت الإشارة أيضاً. لسوء الحظ هو لا يستجيب. سأتوجه إلى هناك، ربما يساعدنا البرج في تحديد موقع الجسم الطائر الأرضي. برج المراقبة يتعرض لهجوم. حذاري، فإن الغزاة يعودون. لا داعي للقلق، فأنا لست معهم، لكنني أحتاج إلى مساعدتك. حقا؟ لكن أنا لست إلا مشغل برج متواضع. بالضبط. هل وصلتك إشارة استغاثة من رجل يدعى كوجي؟ كان على متن جسم طائر أرضي. نعم وصلتني، مصدرها المدينة الكبيرة هناك، ولكننا فقدناها فورا. سأتفقدها، شكرا. مهلا، شبكة أبراج مراقبتنا تغطي الأرخبيل بأكمله. إذا احتجت إلى التحرك في المنطقة فيمكننا إرشادك، فما قولك؟ فالاتحاد قوة. موافق. للجاذبية.
أزيد من قوة فيجا لنلقي نظرة عن كثب. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. لا يريدون التنازل عن هذه المدينة يا دايسكي، انتبه. وحوش، لم يكفكم كوكب فليت؟ العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. لن أسمح لكم بتدمير الأرض. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. أعتقد أن هذا هجومهم الأخير. إنهم يرسلون جميع قواتهم. العاصفة المضادة للجاذبية. شعاع اليم. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. العاصفة المضادة للجاذبية. أنت أيها الآلي الضخم، تعال إلى هنا. مرحبا أيتها الآنسة الصغيرة، هل كل شيء على ما يرام؟ علمت أنك لست مثل ذلك الوحش الذي رأيته سابقا. عن أي وحش تتحدثين؟ الوحش الذي فر إلى الجبال، كان لديه قرص أصفر كبير في فمه. ظن كلبي أنه طبق طائر. كيف لم أفكر في ذلك مسبقا؟ الصحن المتوحش هو الذي استحوذ على التيفو. لابد أنه أخذه إلى أنفاقهم تحت الأرض المؤدية إلى الجبال. لنأمل أن كوجي بخير. سأعتني بتلك الفتاة الصغيرة. الدعم في الطريق. شكرا على مساعدتك أيتها الآنسة الصغيرة. فريق الإطفاء في الطريق، ابقي هنا حتى لا تعطل جهودهم. اتفقنا؟ فهمت. ستقضي على الوحش، صحيح؟ سأتولى الأمر، لا تقلقي، لن يعود مرة أخرى. لنعثر على كوجي هذه المرة. لنذهب يا دايسكي، فذلك الصحن المتوحش قريب. Thank you.
ليس هناك أثر للتيفو بعد. آمل أن يكون هذا الشيء بخير. إنه الجهاز الأحدث تقنيا، وقد صممه كوجي بنفسه للاستناد إلى أبحاث ناسا عن صحون اليوفو الطائرة. التقنية مهمة، ولكنها لا تستبدل المتحين. هل تعتقد حقا أن كوجي قد نجا؟ صدق أو لا تصدق، يعرف كوجي مجاراة الآليين الضخام أيضا. إذا كان لأحد أن ينجو من هجوم كهذا فسيكون كوجي. ما سبب وجود قوات فيجا على الأرض؟ لما الآن؟ هل يمكن أن يكون كوجي قد جذبه؟ رغم تقدمه التقني فإنني أشك أن صحنا كهذا يمكن أن يكون. نحن نقترب، لا يمكن لذلك الوحش أن يكون بعيدا. آثار الأقدام تلك لا تبشر بخير. أبي، عثرت على التيفو ولكن الجهاز يبدو محطما. تحقق ما إذا كان كوجي بخير سريعا. هل من أحد يسمعني؟ يا دكتور، لا يمكنك سماعي؟ كوجي، يسعدني سماع صوتك. هل أنت بخير؟ لست في أفضل أحوالي، استيقظت على مواجهة مع وحش وآلي ضخم. لا أدري ما إن كنت أهبي أم أن الماضي يلاحق ذاكرتي. احذر من الوحش، ولكن لا تقلق من الآلي. جرين دايزر في صفنا. جرين دايزر، هل تعرفه؟ إنها قصة طويلة. لكما تو دايزر. عجبا يا دكتور، لا تخبرني بأنك داخل ذلك الشيء. لا تقلق يا كوجي، فأنا أفضل رفقة العلماء على رفقة الآليين الضخام. تمنيت لو كان لدي آلي كهذا، كان لجسد تلك السحرية أن يواريه الثرى. ثق بي يا كوجي، إن صديقي سيتخلص من هذا الوحش. أنا لا لا، ليس هذه المرة. الرز المزدوج. كوجي، دعنا لا ننتظر عودتهم. هل يمكنك الإقلاع؟ سأحاول أن هيا يا سبيزر، عبور يا سبيزر في الحق. دائما نرى جانب القمر نفسه من الأرض، ليس بوسعنا مراقبة ما يحدث على الجانب الآخر.
شيدت قوات فيجا معسكرا على الجانب المظلم من القمر بنية غزو بقية المجرات. تحياتي لك يا جاندال، وصلت للتو. كيف تجرؤ على الظهور أمامي مجددا؟ سامحني يا قائد، لم أعلم أن بقرة الفضاء موجودة على الأرض. أيها الأحمق، كيف تمكن الدوق من هزيمتك وأنت قائد جيوش فيجا؟ ولكنك تعلم أن لديه جريندايزر. هذا ما يزعجني، ما دام يملكه فلا يمكننا الراحة. علينا الهجوم على الأرض وتدمير جريندايزر. أنت المسؤول أيها القائد، ما قرارك؟ أرفض أن أفشل مثلك يا بلاكي. ليته كان لا يملك جريندايزر. لما تستسلم سريعا يا جاندال؟ عليك الانتقام. أنت تعلم أنه لا يجدر بك أن تبقى منهزما، وإلا فسيتم خفض رتبتك مثل عزيزنا بلاكي. أنا أمنعك. اكتفيت من هذا. اتركني وشأني، أريد التفكير في خطة للاستيلاء على الأرض.